هنرجع نكمل مع بعض، بس احنا نكمل مع بعض في تقرير جميل انا حابه النهارده برضو ان يكون موجود معانا لموهبه من ذوي القدرات الخاصه. هذه الموهبه في الموسيقى. 2 من بنات مصر الموهوبين اتغلبوا على عجز البصر بالبصيره، وقدروا ان هم بقوه الاراده والموهبه ان هم يخلوا كل الناس قد ايه تقدر وتحترم موهبتهم. بما ان احنا النهارده في اعياد وفي احتفالات، تعالوا نشوف الموهبه الحلوه دي ونرجع نكمل. اسمي مريم محسن عبد الناصر، عندي 14 سنة. بدأت أعزف من وأنا عندي 8 سنين ونص. الموضوع بدأ من لما كان بابا بيجيب لي أورجس، اللي هي اللعبة دي، فأنا بدأت إن أنا أعزف عليها وطلع ألحان، حتى بدأت أسجل لنفسي كمان. فماما بدأت تسمع وبدأت تفكر إنها ممكن تجيب لي مدرس عشان أتعلم موسيقى، وأنا اللي شجعتها. قلت لها ماما طب أنا عايزة أتعلم، ليه ما أتعلمش؟ هتكون دي خطوة كويسة بالنسبة لي. بالفعل بدأت أتعلم موسيقى. كان أول ظهور ليا كان يوم كنت دخلت مسابقة في المدرسة. الحقيقة كان أول لما الجمهور حسيت بتفاعل من الجمهور، فبدأت إن أنا أتحمس أكتر. بعدها بفترة بدأت أحس إن أنا مستواي بيعلى أكتر وأكتر. بعد كده قلت طب ليه ممكن أتعلم بيانو عشان أكبر وسع الموسيقى اللي أنا بتعلمها. بالفعل بدأت أتعلم بيانو من حوالي سنة ونص تقريبا. شاركت في حفلات كتير جدا رسمية، شاركت في حفلات في دار الأوبرا في المسرح الكبير، وكمان في حفلات رسمية زي حفلة الجيش الميداني الثالث، وكمان اتكرمت من رئاسة الوزراء. دخلت مسابقة إبداع الجامعات برغم أن كان سني صغير، ولكني دخلتها وخدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية. شاركت في ملتقى دولي الثاني لفنون ذوي القدرات الخاصة الدكتورة سهير عبد القادر، ووقتها خدت الدرع بتاع الملتقى وكنت سعيدة جدا الحقيقة. دايما بقول انا عايزه اوصل رسالتي عن طريق الموسيقى، وكمان انا بحب الاعلام، فانا قلت ان انا طب انا بحب الاعلام والموسيقى، فانا ممكن اوصل رسالتي عن طريقهم، ان انا مش مختلفه، وانا اقدر اعمل كل حاجه من غير اي مشكله. ونظره المجتمع دي المفروض احنا نغيرها، والمسميات هي مش المشكله، الفكره في النظره والتفكير بتاع المجتمع. صالي ده انت فريح متوالي، خالي مراتك زازوعة، تلحق تطبخ وتقالي، لسه الشهر تلمينه والجيب عمران على سينه، ويا محلى يوم الجمعة والغد وراز الدمعة. أنا اسمي جودي محسن، وبدأت بيانو من 3 سنين ونص، وكنت بحب الغنى قوي، وطبعا انا غنيت وبقيت بحب الغنى جدا، وتعلمت عزف لما كبرت، ودلوقتي انا بعزف وغني، وبحب طبعا عزف الغنى، وبحب لما اكبر ان انا ابقى عازف جيتار. أنا شايفة إن الرضا والتقبل في الأسرة هو العامل الأساسي اللي بيساعد كل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إن هو يعيش في المجتمع ويكون مدمج في المجتمع. معاملة الأسرة هي وتقبلهم لي هو ده اللي بيكون العامل الأساسي إن هو يعرف إن هو إنسان طبيعي، فبالتالي هو اللي بيفرض نفسه، بيفرض دمجه في المجتمع. الدمج في المجتمع أهم من الدمج في التعليم. إحنا بنطالب بالدمج في التعليم، تمام، محتاجين وسائل كتير علشان ندمجهم في التعليم، تمام، بس الأهم هو الدمج في المجتمع. الدمج ده تم من خلال أنشطة كتير. مريم كانت بتلقي شعر، كانت بتشارك في المسرح،
كانت بتشارك في حفلات كتير. جودي طبعا كملت المسيرة والطريق معاها. جودي بتغني دلوقتي وبتعزف على الرغم من صغر سنها. جودي وقفت على المسرح وأبهرت الجمهور كله وهي عندها 3 سنين ونص فأول وقفة ليها على المسرح. الحمد لله كل ما بمشي في طريق ربنا بيفتح لي طريق تاني، الحمد لله رب العالمين. شكرا طبعا لزميلتي شيماء رشاد على هذا التقرير من بورسعيد، وشكرا على ابداع مريم وجودي. الاراده اللي احنا دايما بنتكلم عنها طول الوقت، مش مهم انت مريت بايه صعب في حياتك، مش مهم عندك احتياج لايه، المهم ان ارادتك زي ما هي، المهم ان مفيش حاجه فيكي اتغيرت، وهو ده اللي المفروض يكون موجود ومزروع جوه قلوبنا كلنا، الاراده. بتلاقي ناس قادرة تصنع المستحيل، قادرة تغير ظروف وحاجات كتير، ربنا يحفظهم يا رب بجد، أنا مبهورة بيهم. شكرا شيماء مرة تانية.